النهاردة هي أغنية هشام عباس تبها تحبك يا قلبي حبها تسيبك. عايزة الأول أسأل الشيف حسن إزاي الراجل مقتنع إنه لما يتقل على ست هتحبه إنه لو قرب منها قوي وكان حواليها أو بالبلدي كده زي ما بيقولوا مدلوق عليها هتسيبه وتبعد عنه؟ يعني يبقى إزاي واحد بيحب واحدة وبيقدم لها كل حاجة حلوة هتسيبه؟ أنتوا إزاي عندكم الاقتناع ده؟ وأنتوا كل يوم بحالة يا جماعة، كل يوم عندكم حالة. مين قال إن الستات كده؟ يعني الأغنية دي أنا ضد الأغنية دي، مفيش حاجة اسمها مش كل الستات كده. وهد على الرز يستوي يستوي قد على الرز واتقل حبه تزيد محبه والتقل صنع صنع التقل صنع صلصه سامعين بقى كل لا كل لا. بقى اللي الشيف حسن قاله ده تنسوه تماما لان انا ضد موضوع اتقل حبه تزيد المحبه والتقل صنع والقط ما يحبش اللي خناقه والفيديوهات اللي تنزل لك على اليوتيوب ازاي تخلي الراجل خاتم في صباعك في 10 ايام ولا الست خاتم في صباعك في 3 ايام. العلاقات الانسانيه يا جماعه ما بتقومش على كده، علاقه الست بالراجل مش قط وفار. طب اما تتجوزوا هتعملي ايه؟ هتفضلي برضو عايشه في قط وفار؟ انت خليكي على طبيعتك وانت خليك على طبيعتك، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه الباب يفوت ايه؟ جامد. ومع السلامه والقلب دعيله، مع السلامه. كون بقى ان الراجل مش قادر يفهم او مش فاهم ولا قادر يترجم مشاعر الست اللي قدامه فهي دي مشكلته بصراحه، مش مشكله حد تاني. انت خليك على طبيعتك ولا تعمل خطط بقى واتقل وما اتقلش، ايه التعب النفسي والضغط النفسي ده؟ ايه ده؟ بس برضو الواحد ما ينفعش يكون برضو يكون مدلوب. بص هقولك على حاجه مهمه يا شيف حسن، انت مدلوب بزياده طبعا ما ينفعش بالظبط كده. بس مش الاعتدال حلو في كل العلاقات، هو لو مشغول في حياته ومركز في شغله وعنده حياه كامله متكامله وبيروح يعمل رياضه وعنده شغله بالطبيعي مش هيبقى مدلوب. المدلوق ده اكيد حياته مش صحيه. الفاضي فاضي ما هو ده الفاضي، ده المدلوق ده الفاضي، وغالبا اللي هو لسه ما بيكونش دخل حياه الشغل هو ده تلاقيه الشخصيه اللي هي مشاعرها جياشة دي. لكن الراجل لما بيدخل مرحلة الشغل بقى لا طبعا ما بيبقاش فاضي للكلام ده. يعني برضو انت تخليكي كده فاهمة انه عنده شغله وحياته وبعدين انت تكملي له بقية حياته، انت النص الحلو. يعني انتوا الاثنين بتحبوا الراجل اليوم من يقول لكم صباح الخير؟ طبعا ايه كلمة طيبة صدقة. مساء الخير وبعد شوية ايه لما يقول لنا صباح الخير؟ وبعد شوية يقول لكم مساء الخير. ده طبيعي. لا وبعد شوية يقول لكم صباح الخير. اللي انت بتقوله ده اساسيات، دي حاجات عادية. صباح الخير ليه؟ هو عايش مع مين؟ عشان يصحى يقوليش صباح الخير ليه؟ ليه؟ يعني ده ايه ده؟ ايه الحياه؟ اختار الفضائل الحياه. لا سنه، انتوا الاثنين قولوا لي امتى الست تزهق من الراجل؟ انت بتقول بديهيات. امتى الست تزهق؟ هقول لك. فاكر الموضوع بتاع حلقتنا ان لازم يقول لها بحبك 50 مره؟ تزهق لو قال لها 50 مره بقى. يعني ده انا بتكلم عليا انا كده، ان زياده على اللزوم ما بحبش حد ينقلب ضد. لكن الاهتمام الحلو المتوازن، كل حاجه بالتوازن. يعني ديننا بيقول خير الامور الوسط، فلو انت وسطي جميل كده حلو. يعني انت مش هتقولوا له يعني انا زهقت منك بقى انا صدعت دماغي بقى عشان يقول لي صباح الخير؟ صباح الخير، مساء الخير، صباح الخير. ازاي بيقابلني بحاجه ايجابيه انا اقابله بحاجه سلبيه؟ دي بديهيات. دي اساسيات اللي انت بتتكلم عنه ده. هو في راجل يصحى ما يقولش للمراه صباح الخير ليه؟ تقول له لا 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 مش قادره النهارده. مش قادره ايه؟ تقول له صباح النور؟ ايه ده؟ مفيش ستات كده والله، انتوا بتظلمونا. صباح الخير، انا وصلت الشغل، انا وصلت على الشغل. فكرة الست تكسبها بكلمة يا حبيبتي. شوف حسن، احنا لسه بنقول ان البنات بيضحك عليها بالكلام. الست فعلا تكسبها بكلمة. لو صحيت قلت لها صباح الخير اقول لك لا 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 انا مش هتكلم معاكوا على صباح الخير لان دي اساسيات حاجة طبيعية، يعني حاجة بديهية.